بالتنسيق مع مدير الصحة والسكان وبالشراكة مع الجمعية الشعبية للصداقة الجزائرية الفرنسية، تم تنظيم أسبوع طبي جراحي يخص التشوهات الخلقية لدى الأطفال وبالضبط الشفة الأرنبية. الحمد لله لقد تم إحصاء أكثر من 30 طفل الذين سوف يستفيدون من هذه النوع من هذه العمليات، والقائمة بالطبع تبقى مفتوحة. الهدف يعني من هذا كل هذه العمليات هو تبادل المعرفة والخبرات بين الأطباء المحليين وأطباء الجمعية، وخاصة يعني نؤكدها هي التكوين. معنا أطباء يعني خاصة أطباء جزائريين اللي خدموا في فرنسا، وكان عندنا معنا فرنسيين، وكان أطباء اللي جوا من بلجيكا وألمانيا ويعني قطر. هذه لأول مرة نجيبوا طبيب من قطر، وفي الأصل جزائري ويعمل كطبيب في قطر. ننظم دوريا مهام بمختلف مدن الجزائر، ونهتم بالقيام بعمليات طبية جراحية تخص التشوهات الخلقية لدى الأطفال، لا سيما تلك المتعلقة بالشفة الأرنبية. نحن اليوم بمستشفى برج بنعمة للإشراف على العمليات الطبية الجراحية وتكوين الأطباء الجراحين بعين المكان.